Aleppo today. خطة ستيفان دي ميستور المبعوث الدولي إلى سوريا على طاولة المفاوضات بين الائتلاف الوطني السوري والاتحاد الأوروبي في بروكسل، خاصة في ظل عدم وجود اقتراحات واضحة ومحددة المعالم حول الخطة. رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحر الذي اجتمع مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أكد على ضرورة أن تضمن خطة ديمستور التوصل لتسوية سياسية شاملة وفق مبادئ بيان جنيف، إضافة إلى وجود ضوابط لضمان تنفيذ أي اتفاق، مشددا على ضمان عدم استغلال نظام الأسد تجميد القتال على جبهة معينة ونقل قواته إلى جبهات أخرى. خطة ديمستور قبلها دعم أوروبي كامل بعد عرض ديمستور الذي يسعى إلى تجميد الصراع في حلب أملا في إدخال المساعدات الإنسانية للمدينة المنقسمة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام. وأعرب وزراء خارجية الاتحاد عن أملهم أن تؤدي مساعي ديمستور لنزع فتيل العنف في حلب كأساس لعملية سياسية مستدامة على نطاق أوسع. في المقابل قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء حكومة النظام وائل الحلاق لدى زيارته طهران إن سوريا باتت اليوم في وضع صعب يستوجب المساعدة دون أن يتم التطرق إلى خطة ديمستورا. توني مزرعاني، العربية.